ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. فيديو النهارده عجبكم وتستمتعوا بيه. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اكتبوا لي في الكومنت هل عجبكم الفيديو او لا، ويلا بينا نبتدي. طبعا كلكيت تاني مره، اكيد شفتوا الفيديو اللي فات بتاع اللبس ووريتكم الدريسز، والجزء الثاني برده مينلي هيكون دريسز يعني، بس مختلفه شويه عن الجزء الاولاني. زي ما قلت لكم في حاجات اشتريتها قبل كده وفي حاجات اشتريتها دلوقتي جديده، فخلونا نبتدي بالحاجات اللي اشتريتها قبل كده. وطبعا زي ما شرحت لكم الخلفيه مختلفه علشان التصوير مختلف، اتمنى تكون الاضاءه كويسه. وبرده التصوير دلوقتي مهما كان مش هيوريكم القطعه يعني 100%، ولكن احاول برده اي تنسيق او اي صوره واضحه هحط لكم على السكرين. وبعد كده ان شاء الله هعمل لكم شورت فيديوز بكل اللبس ده وازاي نسقته وازاي عملت له ستايلينج وكده. فيلا بينا، يعني النهارده بس انا بوريكم القطع دي، وكمان هحاول اقول لكم الاسعار بتاعتها لو موجوده الاسعار. فيلا بينا نبتدي على طول. اول حاجه معايا ده من الحاجات القديمه برده اللي كانت عندي من فتره طويله، وعلى فكره ده انا نسقته ولبسته تاني يوم العيد ونزلت لكم شورت فيديو بيه، ونزلت لكم كمان في العيد شكله، وهو الدريس ده اللي هو القط ده. طبعا دي بلوز سودا، دي بلوزه سودا ملناش علاقه بيها. هو ده شكله بيزك قوي، طويل كده ومخطط اسود في اللون ده اللي هو مسترد، يعني هو مش اورنج ومش اصفر، تحفه الكومبينيشن دي جميله. انا نسقته طبعا بالبلاوز السودا دي وعلى الشنطه الديور والكوبي ديور يا جماعه، وطرحه كده نفس اللون ده كان يجنن، كان تحفه. هحاول انزل لكم برده صوره او شكل الفيديو هنا على الشاشه. فدي من الحاجات اللي كانت موجوده عندي من زمان ونزلت لكم التنسيق بتاعها، بس طبعا عمري ما شاركته معاكم، يعني عمري ما قلت لكم ان ده يعتبر كمان سمها وشتوي، فده مش من الحاجات اللي هاخدها معايا مصر. طبعا انا ما قلت لكمش في الانترو ان انا بجهز كل الحاجات دي عشان نازلين مصر، صح؟ عموما في فيديوز كتير هتيجي للنزول مصر، فاحنا بننسق الدنيا دي كلها يا جماعه عشان ان شاء الله نازلين مصر اخر الشهر باذن الله. النهارده 7/5، احنا نازلين 31/5، فما اعتقدش ان ده هيكون من الحاجات اللي هقدر اخدها. هو مش تقيل قوي ولكن somehow شتوي وشكله شتوي جدا، فده يعتبر كده اول دريس معانا. ودي من الحاجات القديمه اللي كانت عندي من زمان. من زمان يا جماعه بقول معناها انه من سنتين 3 4، فاهمين؟ تاني بقى دريس معايا ده بقى يعني انا متحمسه له جدا علشان كمل تنسيقات اللي انا عايزه اعمله او اعملها معاه يعني، وهو الدريس الكات ده. طبعا ده عارفين الستايل بتاع الافلام الاجنبي القديمه، ستايل قديم جدا، فاهمين ده شكله؟ خلوني اوريكم الاول. هو كده يعتبر برده somehow cut، وفي كده زراير، هو الزراير دي بتتفتح يا جماعه للاخر، لاخر الدرس زي ما انتم شايفين، ونازل كده على واسع كده، اتمنى يكون واضح عندكم، نازل برده كشكشه. خلوني اوريكم، شايفين الستايل؟ ايوه. وكمان هو مفتوح يعني، دي كده الخروم دي زي ما انتم شايفين كده مفتوحه. الموضوع صعب يا جماعه بجد. ايدي وجعتني للاخر كده. نازل على واسع قوي 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 ومفتوح كده، يعني لازم تكونوا لابسين كومبليتلي حاجه تحته، وبس برده في الفتحه المعروفه، فخلاص يعني لازم تكونوا لابسين حاجه تحته. ولكن هو في اللبس كده جربته بشويه ستايلينج، وحتى كمان جبت له جايبه النهارده، ممكن يجي الاوردر النهارده. عملت كده اوردر من شي ان، وطلبت كده قميص كده اصفر، متحمسه ان انا اعمل له ستايلينج معايا يا جماعه بجد. يعني طبعا لو الاوردر وصل النهارده احتمال كمان اصوره النهارده، فانا طبعا هقعد اجرب كده له ستايلينج. ولكن في اللبس شكله خطير يا جماعه، يعني بجد هو مش باين في الكاميرا ولكن في اللبس شكله خطير. طبعا انا شلت التيكت ما لهوش سعر، ولكن هو اكيد ده كان 99 درهم حاجه زي كده او 100. بصراحه يعني ده مظلوم في الكاميرا. الاسود انا لاحظت ان الاسود يا جماعه مش بيبان التفاصيل بتاعته قوي زي الالوان التانية، ولكن برضو اكيد هعمل لكم تنسيق ليه وهوريكم شكله، تحفه جدا وصيفي جدا جدا.
ونازل بقى. عارفين انا بحب الحاجات النازله واسعه دي، يعني مش عمليه قوي لو بتعملوا حاجات كده ورايحين وجايين، ولكن بتبقى شكلها كيوت قوي. برضو من الحاجات اللي كانت عندي من فتره ولحد دلوقتي لسه ما لبستهاش، ودي بقى يعني مصيف صيف بحر يعني، برضو الدريس ده زي ما انتم شايفين هو كده قط برضو، واللون بتاعه مش عارفة هو كحلي وفي كده عباد شمس تحفة بصراحة، ونازل كده مش واسع قوي يعني نازل معقول، فهو اصلا بياخد شكل الجسم لو تاخدوا بالكم، هو الفيت بتاعه صغير يعني بياخد شكل الجسم مش نازل على واسع قوي، بس ده الشكل بتاعه من قريب. طبعا برضو هو ده فيت قوي، فانا مش متأكدة لسه هقدر انسقه هقدر استخدمه، ولكن هو بجد عايز بحر. ونفس القميص الاصفر اللي انا طلبته من شي ان، انا طلبته اساسا بيزك ليل ده، بس اقدر استخدمه على التو دريسز معاه، بجد انا متخيلة برضو، فان شاء الله يوصل القميص النهاردة كده واشوف. بس ده بصراحة لسه داوت لان هو الفيت بتاعته مظبوطة قوي فاهمين، فمش عارفة بصراحة لسه، ولكن I love it يعني I love it، وحاساه صيفي قوي يعني عايز بس بحر يعني، يبقى تو ماتش جدا في الايام العادية، ولكن على البحر يبقى خطير يبقى تحفة. فاعتقد ان ده بس ليميتد لحاجة معينة مش ديلي، وفي ناس طبعا عادي ممكن تلبس الالوان او الحاجات دي ديلي، ف يعني it doesn't matter، المهم ان هو من الحاجات برضو اللي انا بحبها جدا، وهشوف لسه يعني I will decide هعمل فيه ايه. طيب من الحاجات بقى الجديدة واللي انا برضو حساها بحر قوي صيف قوي ومتحمسة لها، بس عادي انا هلبسه في اي مكان يعني، برضو نفس الكومفورت زون، بس الديزاين في الكومفورت زون ولكن الالوان تحفة. ده من اول الحاجات اللي جبتها على فكرة ريسنتلي يا جماعة، ده شكله برضو عباية سلاش دريس كده، ده شكله في كده زراير بيتفتح كده للاخر للاخر، خلوني اوريكم، ونفس الفكرة بالظبط برضو الفتحة اللي تحت دي اتمنى تكون واضحة، وكمان مبطن which is very nice، دي البطانة بتاعته اهي بطانة ابيض، طبعا الكم شفاف اعتقد اكيد واضح عندكم transparent، وفي الكم هنا بقى بزرار فشكله بيكون شيك قوي، فلازم تكونوا لابسين حاجة تحته، وده الشكل من ورا وفي كشكشة كده بسيطة ونازل على بيزك خالص تحفة يجنن. في اللبس برضو بيبقى حلو قوي، ده السايز بتاعه كان اكس لارج وسعره كان 99 درهم، فده لسه بتكت يا جماعة لسه ما لبستوش. برضو ده من الحاجات اللي انا هلبس عليه حاجات طرحة وحاجات كده تنسيق انا لسه ما عملتوش قبل كده، في تو لسه لحد دلوقتي في 2 تنسيقة بالنسبة لي، في 2 اوبشنز يعني، بس ايه احسن او ايه اللي هيحصل لسه هشوف لسه ما جربتش، بس ف يعني وحاساه برضو صيفي قوي colorful قوي وفي نفس الوقت مريح basic، ف محقق بصراحة المعادلة. واللون اللي فيه ده هو ينفع يعني تقدروا تنسقوا عليه اللون ده، واللون المنت جرين اللي هو اخضر يعني، بس انا حاسة ان الازرق هيكون colorful اكتر، هو مش واضح عندكم بس هو فيه كده لون بيبقى حلو جدا معاه، بس خلونا نشوف يعني هنسقه ازاي. فدي من الحاجات اللي اشتريتها ريسنتلي وحساها هتكون حلوة قوي في الصيف خصوصا. على فكرة يا جماعة الموضوع مش سهل خالص الموضوع طلع صعب، انا بحس حاسة ان انا بخلص بسرعة لانه بجد ايدي وجعتني يعني كنت متخيل الموضوع يعني اسهل من كده. بعد كده بقى ندخل على الحاجة الكيوت الرقيقة الفظيعة اللي مش عارفة هلبسه فين اصلا، ولكن I love it I love it، حاجة كده بره الكومفورت زون، والدريس القمر ده خلوني اوريكم شكله. طبعا ده انا يا جماعة، ده الكيوتنس دي والرقة دي انا، طبعا هو رقيق جدا لدرجة انه هو بيتقطع زي ما انتم شايفين كده، ده شكله اللون يهبل كافيه كده وفي دوتس بيضة، خليني اوريكم التفاصيل بتاعته الاول من قريب، في زراير كده لحد هنا والكم برضو منفوش بقى قوي ونازل كده، طبعا برضو شفاف نازل برضو كالمعتاد ناحيتين، وهو بقى نازل كده بنفس الستايل الكشكشه دي فبياخد شكل الجسم زي ما انتم شايفين، ده من ورا برضو نازل كده زي ما انتم شايفين، وده بقى نازل على واسع كده
تحفة، انا بحب الستايل ده جدا، رغم ان هو ستايل قديم ورجع تاني ورجع خلاص انتهى، اعتقد دلوقتي مش موجود قوي. وبرده ده يا جماعة بقى كان طويل جدا، يعني انا حرفيا شلت واحدة زي دول كاملة، رفل كامل منه. بس ستيل انا بصراحة ده متحمسة له جدا، بس للأسف ده عايز مناسبة، يعني حسيته ماتش قوي ان البسه عادي كده، فاهمين؟ ف ان شاء الله يكون في مناسبات حلوة كتير، وبقى متحمسة برضو انسقه متحمسه له. من فترة كده جات لي فكرة، هو طبعا تحسوه يتلبس عليه طرحة بيضة، بس انا الابيض مش حلو معايا خالص، فحاسة ان هو يتلبس عليه حاجة على بني، والشنطة اللي هي الشنطة الارميز اللي جات لي هدية على بني كده شوية، فاعتقد ان هما يمشوا مع بعض، فاهمين؟ بس درجة الطرحة اللي في دماغي غير درجة الشنطة، فلسه يعني لسه، المهم اكيد لما عملت له تنسيق هينزل لكم، لسه بفكر له يعني. بس هو جميل جدا طبعا، اكيد الستايلات دي يا جماعة كانت موجودة بقالها فترة، بس انا ده الستايل اللي انا بحبه يعني فور ناو، بعد كده ممكن يتغير الستايل عادي. احنا بنجرب يعني. فده الدريس الكام ده، رقم كام؟ I lost count يا جماعة، خليني اشوف رقم كام هقول لكم. الدريس اللي فات يا جماعة كان رقم 5. بعد كده اللي معايا ده يعتبر مش دريس قوي طبعا، ده من الحاجات برضو اللي انا جبتها في الاول خالص، ده ريسنتلي، ده مش من قبل كده. خلوني كده اقفل الزرار، والكومبينيشن بتاع الالوان بتاعه حلو قوي، اللون الابيض وفي دوتس كده منت جرين تحفة. فطبعا ده شكله رقيق قوي، خلوني كده اشوف السعر بتاعه، كان 87 درهم، والسايز بتاعه دبل اكس لارج لان هو صغير جدا. التفاصيل بتاعته بسيطة جدا، هو ده في فتحة كده من قدام مع زرار ونازل كده، يعني تحس انه في طبقة تحت وعليه كده طبقة من هنا، اتمنى يكون واضح يا جماعة بالنسبة لكم. وفي كشكشة كده من ورا علشان تعمله شكل للجسم وبس، يعني هو نازل كده طويل، فهو مش دريس قوي. في كده لو لبسته بوت ممكن يمشي معاه عادي، او طبعا بنطلون يعني طبعا مبطن، بس البطانة مش نازلة لتحت، فا I guess البوت مش هيبقى فكرة كويسة. بس بصراحة اللون بتاعه رقيق قوي، لون هو كده ابيض زي ما قلت لكم، وفي دوتس كده منت جرين. يا جماعة سامحوني لو انا فاشلة في وصف اللبس وان انا اوريكم، بس معلش والله دي اول تجربة فسامحوني. فده رقم 6 معانا اعتقد، رقم 6 يعني بسيط كده بيزك. على فكرة الدريس اللي هو اللي قبل ده دبل اكس، بس الفيت بتاعته مظبوطه قوي، فاهمين؟ يعني هنا اكس لارج ميديوم دبل اكس بيختلفوا، مش كلهم نفس الستاندرد، في حاجات منها ميديوم بيكون كبير جدا، وفي حاجات منها الدبل اكس تحسوه ميديوم او سمول، فاهمين؟ فالفيت هنا مش واحده. الدريس بقى اللي جاي ده يا جماعه من اغلى الدريسز اللي انا اشتريتها حرفيا، والمكان اللي انا اشتريته منه اوبس، انا المفروض كنت اقول لكم الاماكن اللي انا اشتريت منها. او ماي جاد، خلوني اقول لكم النكست يا جماعه. المكان اللي انا اشتريته منه الصدف اللي هنا، طبعا اللي عايش في الامارات هيكون عارف، المفروض ان الحاجات فيه تكون رخيصه، ولكن ده يا جماعه غالي ب 150 درهم يا جماعه. طبعا انا كنت عايزه اجيبه، جوزي قال لي جربيه، ولما لبسته قال لي خلاص هتاخديه، وهو طلع اصلا صناعه تركي علشان كده غالي، هوريكم دلوقتي. هو برضو ده كده تو ماتش شوية، وفي نفس الوقت مش تو ماتش، وألوان كتيرة يعني. خلوني أوريكم، أتمنى طبعا يكون يوضح في الكاميرا لأنه تحفة. طبعا ده شكله، استنوا نعمل الحزام شوية. الكاميرا دي بصراحة هتبخس حق الدريسز. خلوني أوريكم الأول، هو عادي كده من قدام بسيط خالص، وعليه بس الكروس دي، اتمنى تكون واضحة. دي الأكمام عادي اهي، دي الأكمام عادي بزرار اهي، وبس الشغل التريك اللي على الصدر كده اللي هي الكروس اللي جاية دي كده، لكن هو اوفر اول بس عادي كده من ورا زي ما انتم شايفين كده. هو هاي نيك كمان، يعني البتاعة دي عالية في سوستة، وبس نازل بقى نازل واسع كده، فدي حاجة حلوة.
ومكشكش كده من الوسط، وبيجي عليه بقى الحزام ده. طبعا مأساة مأساة يا جماعة، بجد مأساة. بيجي عليه الحزام ده كده، خطير خطير يا جماعة. انا كنت الاول مترددة، وخصوصا الحزام ده ستايل قديم قوي حسيته في الاول، لكن لما لبسته في اللبس شكله يجنن. وجوزي طبعا يعني بيحاول يكتشف ليه سعره 150 درهم، اهو والله 149.99، فبيدور علشان يعرف ايه السبب ان هو غالي كده. شايفين مكتوب عليه، طبعا صعب ان انا تشوفوه، ميد ان تركي، فهو صناعة تركي. اتمنى يكون واضح، الاضاءة مش مدمرة. واضح ولا ايه؟ انا بوريكم فين، انا حتى مش بوريكم في الكاميرا اهو يا جماعة. اتمنى يكون واضح ليكم. anyhow كمان الكواليتي بتاعته حلوة. هو اي نعم السعر بتاعه غالي، الكواليتي بتاعته حلوة، بس ده مشكلته حاجة واحدة، انه عايز برضو مناسبة. يعني اكيد مش هلبس ده كل يوم، ولا تفتكروا اقدر البسه كل يوم؟ I'm not sure. ولكن هو يجنن يا جماعة، خطير بصراحة. في اللبس بيبان شياكته وجماله، والديزاين بتاعه بيبان في اللبس اكتر يعني. فاستنوا ليه انا ما بحطش دي هنا، ليه ما حطتهاش هنا اهو؟ طبعا برضو ستيل تحفة والله يا جماعة، حلو جدا. ولكن لا، انا المشكلة عندي لازم ده بجد يتلبس يعني. والكم طبعا عليه كده نفشه برضو، انا بحب جدا الستايل النفشه ده، بس ما يكونش اوفر يعني. فده شكله اوفر اول، طبعا برضو مبطن، دي البطانه بتاعته. ف فيري فيري نايس يا جماعه، ومظلوم في التصوير جدا. خلوني اشوف الفيديو اشوف كده هل واضح ولا لا. طبعا يا جماعه انا شفت الفيديو، اعتقد يعني ان هو واضح، ولكن هنتصرف على انه واضح لحد ما ينزل لكم ان شاء الله شورت فيديو يكون واضح فيها اكتر. بعد كده ده بقى جبته من التاني، ده كان من الصدف وسعره كان موجود عليه. بعد كده بقى من ماكس، صح ماكس صح ولا منين؟ سوري، سبلاش. جبت الدريس ده برضو، ده تحفة تحفة، ولكن انا برضو حساه صيف، وحرام ان انا استخدمه على البحر بس يعني، ولسه مش عارفة هنسقه ازاي. خلوني اوريكم الاول. طبعا يا جماعة بجد سامحوني على ان انا الموضوع جديد عليا، ويعني صعب بالنسبة لي التصوير ده، ولكن معلش واحدة واحدة هتظبط. الدريس اللي بعد كده ده شكله يعني نص دريس كده، دي كده القماشة دي كده مش عارفة اسمها ايه، قطن او حاجة، ونازل بقى نصه من تحت منفوش كده. طبعا اكيد لاحظتوا ان انا بحب الحاجات المنفوشة، كله منفوش يعني. فده بصراحة ينفع لمناسبة، يبقى تحفة. عايز بس تنسيق حاجة كده لطيفة من فوق ويبقى تحفة، ومناسبة او حاجة يبقى خطير. كان زي ما قلت لكم من سبلاش، المقاس بتاعه لارج، وسعره فين السعر؟ سعره 139 139، which is expensive. فطبعا لازم يتنسق بطريقة تحفة جدا علشان سعره غالي، لازم ياخد حقه في التنسيق يعني. فده شكله خطير بصراحة، بيزك وفي نفس الوقت حلو، تقدروا تلبسوه عادي وتقدروا تلبسوه في مناسبة مع التنسيق المناسب يعني. انا لسه بفكر له، ده لسه مفيش اي حاجة جاية عليه خالص لسه، فان شاء الله كده الاقي له تنسيق يخليه شكله احلى وكده، ونشوف هنستخدمه ازاي برضو. فده رقم 8 اعتقد، دريس 8 ولا كم؟ اخر دريس معايا النهاردة، وده جبته من كام يوم بس يا جماعة. كله يعني بصوا، كل الدريسز اللي فاتت دي كوم، والقمر اللي جاي ده كوم تاني يا جماعة. بجد ما جربته حسيت ان انا سندريلا برنسس كيوتنس يعني. بصوا من هنا لبكرة يجنن خطير، يا رب بس ما يتظلمش في التصوير، وإلا بجد هزعل جدا يعني. طبعا انا اشتريت ده من ماكس ولا سبلاش؟ سبلاش برضو. سبلاش على فكرة في حاجات حلوة، وكان عليه اوفر يا جماعة يعني، كان نازل في اوفر. مش عارفة بقى هو ديزاين قديم او كده، انا اول مره اشوفه، ما شفتوش قبل كده. اللون والتصميم ده بقى حاجه كده واو. خلوني كده اظبطه واوريكم شكله برضو، اتمنى يبان في الكاميرا يا جماعه في التصوير وكده. خليني اظبطه شويه علشان يكون واضح. شوفولي بقى جمال الدريس
طبعا هو عايز يعني دريس، عايز دريس تحته. انا اول ما شفته اتجننت. اول حاجه اللون، اللون يجنن تحفه. شايفين اصلا اللون عامل ازاي؟ وفي كده دي حاجه كده في الديزاين نفسه اللي هي الورد ده، وطبعا كده الكات بتاعته زي ما انتم شايفين، ونازل كده عليه زراير، ونازل منفوش برضو، حب للمنفوش لا ينتهي. والحاجة بقى الخطيرة الحزام ده يا جماعة اللي بتحطوه كده عليه، ويجنن يجنن يجنن اللون، شكله كيوتنس يا جماعة، سندريلا بجد سندريلا. شايفين اصلا الورد اللي فيه ده برضو محليه، درجة اللون تجنن بجد، سندريلا سندريلا قوي، تحفة تحفة يا جماعة. عايز بس التنسيق المناسب. طبعا ده سايز ايه؟ لارج. انا قست الاكس لارج، الاكس لارج حسيت ان هو 4 اكس، يعني بجد قلت اوكي الاكس لارج كبير، هشوف اللارج. اللارج لقيته بصوا بالظبط. فرق السايز بين الاكس لارج واللارج في الدريس ده غريب، ده بالظبط يعني داخل، شايفين اصلا هو تحسوه مش لارج خالص، فده داخل بالعافية. ربنا يستر ربنا يستر ان شاء الله ونقدر نلبسه. وعمالة افكر له في تنسيقات وحاجات، بصراحة يجنن يا جماعة، الدريس ده خطير. اتمنى بس يكون واضح، وده طبعا لازم مناسبة، يعني خلاص الكيوتنس دي لازم اصلا ما تتلبسش كده عادي. يجنن، رغم ان هو بيدي بحر قوي. تحفة يا جماعة، تحفة في اللبس، تحفة 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 زي ما قلت لكم. بس هو بالظبط يعني اكتر من كده هيبوظ. تحفة، متحمسة بجد، يعني بجد ختامها مسك، متحمسة بجد اني اعمله تنسيق واوريكم شكله في اللبس. لسه ما فكرتلوش في اي حاجة، بس اكيد جاي ان شاء الله. يعني بس كده يا جماعة، وكده بتخلص الدريسز اللي عندي. ده كان اخر دريس تقريبا. طبعا عايزة اقول لكم اولا انه انا ارفع ايدي كده وانا لسه صاحية من النوم، دي حاجة فظيعة. ثانيا الرينج لايت في وشي حرفيا، فيعني ازمه بجد، ولكن اتمنى بجد ان كل ده ما يظهر لكمش، وبجد سامحوني انه انا بستراجل، بس دي عشان اول مره وكده وبس. طبعا اكيد في فيديو هصوره بعد ده لبس بقى مختلف شويه somehow، فسامحوني على اللخبطه اللي في الاول دي، وهتظبط ان شاء الله. قولولي رايكم ايه. طبعا النهارده اعتقد 9 دريس مش 10، فرقمهم كده، هرقمهم من 1 2 3. قولولي ايه اكتر دريس عجبكم، وكمان ادوني افكار للتنسيقات وكده. وبس تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا اشتراك او سبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي جايه. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه. ان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. باي باي.